عبر مؤتمر صحفي عقد بمقر النادي الأهلي المصري بالجزيرة، أعلنت إدارة النادي انطلاق بطولة الأهلي الدبلوماسية للموسم الثاني على التوالي على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد، بتعاون ومشاركة من السفارة الألمانية وعدد من المؤسسات الأهلية المصرية. في الفترة من 13 وحتى 24 من الشهر الجاري. رياضة اقتصاد وصناعة، فيمكن دي بداية موفقة جدا ان يبقى في لقاء داخل النادي الاهلي من مجموعة كبيرة جدا من السادة السفراء اللي بيمثلوا بلادهم داخل جمهورية مصر العربية. يمكن النهاردة احنا عندنا عدد كبير مشارك، حوالي يعني 26 فريق مشارك النهاردة، اعتقد من كل الدول المميزة جدا على مستوى العالم. البطولة تأتي استكمالا لدور النادي الاهلي المصري كأحد المؤسسات المصرية لإظهار الصورة الحضارية والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان. سعيد بإعلان بداية البطولة الدبلوماسية التي ينظمها الأهلي لتوطيد العلاقات بين السفارة الألمانية والنادي وجميع السفارات. الهدف هو التعرف على بعضنا البعض، وكل الهيئات سوف يتم تمثيلها، وأنا سعيد لمشاركة فرق من الرجال والنساء. دور مؤسسي لعبته عدد من منظمات المجتمع المدني المصري والتي تهتم بالترويج لمصر وفكرة التقارب بين الشعوب. وفي ختام المؤتمر حرص العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على إهداء السفير الألماني بالقاهرة درع وعلم النادي، كما حرص السفير الألماني على إهداء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قميص المنتخب الألماني. يأتي الإعلان عن بطولة النادي الأهلي المصري الدبلوماسية تعزيزا لدور الرياضة في التقريب بين الشعوب وخلق مزيد من الترابط بين أعضاء السلك الدبلوماسي. صابر السكري، الغد، القاهرة.